سحر وترويج ودوما تسلينا طوبيك اثبت وابوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد على بالكم اليوم يا أحبائي عمو يزيد دار أغنية عن الاحترام هذا حوار بين طفل والوالد نتاعه يقول له يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام أحبائي مهم جدا الوالد نتاعه يجاوبه يا ابني يا ابني في سنتنا والإسلام شوفوا كيفاش يبدأ يقول له لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك في الحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا أحبائي لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما تنتظر الدور تاعك وتسلم على أهل الدكان وما تتعجلش في طلب الشيء وتكون لطيف إذن يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا يا أبتاه يا أبتاه
شكرا 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 شكرا. يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. الاحترام يا أحبائي عنصر مهم في المجتمع. واسمك بنتي؟ رشا. وش مسنة تقرأي رشا؟ السنة الثانية. شحال جبتي المعدل؟ الثامنة. نطي على الثامنة صباحا يعني؟ ما فهمتش. وش هي الثامنة هذه؟ عندك 8 سنوات وتقرأ السنة الثانية، تخلطت لك؟ أني فهمت. هكذا 8 سنوات. شحال في عمرك؟ 7 سنوات. وش مسنة تقرأي؟ السنة الثانية. الثانية. الله يبارك. وش هو هذا؟ وش هو هذا؟ رسالة؟ نعم. لمن؟ لعمو يزيد. واو، عمو يزيد يحب الرسائل. وبالمناسبة تقدروا ترسلوا عمو يزيد عبر صفحة الفيسبوك، عمو يزيد صفحة رسمية، ولا موقع الانترنت عمويزيد.com. عمو يزيد يقرأ كاع الرسائل تاعكم. الرسالة تقول، نقراها ونقراها وحدي ولا نقراها معهم؟ معهم. اذا واسمك؟ رشا. اسمك رشا، اسمك شباب هكا. اذا رشا تقول انا احب عمو يزيد، انه هو يحب الخير كثيرا ويحبنا جميعا. واو 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 واو. بوسال عمو يزيد. الله يبارك بنتي، الله يبارك. شكرا شكرا، رسالة جميلة والله، اعتز بها هذه الرسالة الجميلة. الأطفال، ويقول لك اللي حبوه الأطفال حبوا ربي سبحانه، وأنا نعتز. شكرا بنتي، شكرا رشا، تفضلي بنتي، نحتفظ بهذه الرسالة. والله نعمة من عند الله، الحمد لله يا ربي أنه الأطفال وشان. شكرا. الأطفال يحبوا عمو يزيد وعمو يزيد يحبهم. شكون يقدر يقول لي في الشهر هذا توفى، هي ذكرى وفاة شهيد وبطل؟ نقول لكم التاريخ ولا نقول لكم اسمه؟ لي يقول نقول لكم واحدة من زوج. إلا قلت لكم التاريخ الوفاة أنتم تقولوا لي الاسم تاعو، إلا قلت لكم اسمه تقولوا تاريخ الوفاة. شكون يحب نقول اسمه يرفد يده؟ شو اسمه؟ الاسم اوكي، نزلوا يديكم. شكون اللي يحب نقول تاريخ الوفاة؟ شكون اللي اكثر؟ تاع الاسم عمو يزيد، تاع الاسم. الاسم هي الطريقه الاسهل على كل حال، لانه مادام في شهر مارس عندكم 30 احتمال. بصح وكان نقول لكم التاريخ، الشهداء الله يبارك 1.5 مليون او معكم. ها شكرا بنتي، شكرا. ها هذو اصدقائي نعاونهم. شفتوا شاطر صديقكم قال لي اعطيهم الاسم باش ينقص عليكم، كان عندكم 1.5 مليون احتمال، دركا ولاو لكم 30 برك. هو الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد، توفى في شهر مارس رحمه الله، مجاهد شهيد بطل. تعرفوا وقتاش توفي؟ تاريخ ها؟ شكون؟ شحال؟ شوفوا لنا الشاطرة هذه، شاطر. شوفوا لنا الشاطرة هذه. وراهي. هذه الشاطرة هذه. وراهي عمو يزيد. هاي لك. هذيك الشاطرة. تعرفوا عليها؟ شاد لي نزهة. واسمك؟ شاد لي نزهة. مرحبا بك بنتي، شحال في عمرك؟ 15. الله يبارك، تقراي مليح بنتي؟ شحال جبتي معدل؟ 13. الله يبارك، شاطرة. واش هو الجواب في أي يوم؟ 22 مارس. نعم؟ 22 مارس. برافو، 22 مارس، تقدري تزيدي لنا السنة؟ 1967، 76، 56. ها، عاوديها؟ 1956. تعالي بنتي، تعالي، خلوا هادشي. روحي من هيك. خلوا هادشي، تعالي بنتي. روحي من هيك. تعالي. أحبائي، البطل مصطفى بن بولعيد توفي في 22 مارس. بنتي سنة تدرسي؟ سنة عندي البيه. الله يبارك، ادعو لها ان شاء الله ربي يوفقها
ربي ينجحك بنتي. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها، أعطيه لي فوالا. إذن بنتي رامي راعي هذا البرنامج وراعي جولة عمو يزيد، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفدي بها. شكرا. العفو بنتي، العفو، تفضلي تفضلي. بالتوفيق إن شاء الله، ودعائنا لكامل الأطفال وكامل اللي رايحين يجوزوا الامتحانات هذه السنة إن شاء الله. تغنوا كاع معايا، قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قريتوا مليح هذا العام وهذا الفصل اللي فات؟ قريتوا مليح. كاين أغنية تاع الكسلان، الكسلان رزقه محدود يطلب رزقه في الأوان وهو نايم وممدود. يا أحبائي الكسل مش مليح، إذا تغنوا كاع معايا. الكسلان الكسلان رزقه محدود يطلب رزقه في الأوان وهو نايم
ومسدود، يلا وهو نايم وممدود، يلا الكسلان يا أحبائي. الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم وممدود. الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم وممدود. كانت أم توقد ابنها مرة من نومي، طلت شمس الصبح طلت محلاه يومي. كانت أم توقد ابنها مرة من نومي، طلت شمس الصبح طلت محلاه يومي. الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم وممدود. قال لها لم أشبع نوما، كفي يا أمي، لا تذهبي نومي يا أمي فيغدو حلمي. قال لها لم أشبع نوما، كفي يا أمي، لا تذهبي نومي يا أمي فيغدو حلمي. الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم وممدود. قالت كل الناس قامت تطلبه رزقا، إلا أنت لم تستيقظ كسلانا تبقى. قالت كل الناس قامت تطلبه رزقا، إلا أنت لم تستيقظ كسلانا تبقى. الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم ممدود. قال لها محلاه نومي ليلا ونهار، قالت لا يا ابني لا، لا رزقك في الإبكار. قال لها محلاه نومي ليلا ونهار، قالت لا يا ابني لا، لا رزقك في الإبكار. الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم وممدود. كان واحد الأغنية عمو يزيد يحبها بزاف، تتغنى بالنحلة. النحلة تعطينا العسل، العسل من رحيق الأزهار. تغنوا كامل معايا. حطت نحلة فوق الزهرة، شربت من مبسمها قطرة، شكرتها ومضت في فرح، تبحث عن صاحبة أخرى. تغنوا كامل معايا. حطت نحلة فوق الزهرة كاملة. حطت نحلة فوق الزهرة، شربت من مبسمها قطرة. حطت نحلة فوق الزهرة، شربت من مبسمها قطرة، شكرتها ومضت في فرح، تبحث عن صاحبة أخرى. شكرتها ومضت في فرح، تبحث عن صاحبة أخرى. حطت نحلة فوق الزهرة، شربت من مبسمها قطرة. زارت كل حقول الزهر، شربت من ألوان العطر. زارت كل حقول الزهر، شربت من ألوان العطر. قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. حطت نحلة فوق الزهرة، شربت من مبسمها قطرة.
أحباب الأطفال أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح حطت نحلة فوق الصهر شربت من مبسمها قطرة نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة زهرت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر زهرت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال حطت نحلة فوق الزهر شربت من مبسمها قطرة أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة شكرا 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 أحبائي حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى أحبائي الحيوان هو خلق الله لازم نحافظ على خلق الله من نبات وحيوان هذه الأغنية نقول فيها سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في الشمال وجنوب قلت ألا ترون إني جزائري برافو إني جزائري إذن أحبائي تغنوا معايا كامل مع الأولياء تاعكم هذه الأغنية كل ما يغنيها عمو يزيد لحمو يتشوك كل ما يغنيها عمو يزيد لحمو يتشوك قل فيها سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في الشمال وجنوب قلت ألا ترون إني جزائري يلا كامل معايا سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان النسب قلت يا للعجب إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان النسب قلت يا للعجب إني جزائري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون
إني جزائري. قلت ألا تروا إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي. قلت ألا تروا إني جزائري. قلت ألا تروا إني جزائري. إحنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كل ذاق المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي. قلت ألا تروا إني جزائري. قلت ألا تروا إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي. قلت ألا تروا إني جزائري. قلت ألا تروا إني جزائري. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد ننساكم. لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. السلام عليكم، جيت من قصر الشلالة لعمو يزيد باش نحضر هذا الحفل. نشكر عمو يزيد بزاف بزاف. شكرا عمو يزيد على الحفل الذي قدمته لنا في ولاية سبسيد. شكرا عمو يزيد. بسم الله، نشكر عمو يزيد في ولاية سبسيد في هذه الحفلة. عمو يزيد بزاف بزاف اللي جال هذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم، نشكر شاب يزيد عمو يزيد الاحتفال هذا. فرحنا الذراري في آخر يوم من العطلة. المهم حاجه شابه للولايه التمثيل، وبارك الله فيكم والله يحفظكم. نشكر عمو يزيد بزاف اللي جا لينا ودانا هذا الحفل لنا يلتيس في التمثيلات.